ما حدث في دولة البحرين وحالة كبيرة من الغضب الشعبي التي وقعت في الأيام الماضية. تخيلوا حضراتكم طبعا داخل الهند هناك حرب شرسة على الحجاب، وقبل أيام مطعم هندي يقرر منع دخول المحجبات في تحدي صارخ وواضح لكل القيم الإنسانية، وتحدي منهم أيضا للدولة التي يتواجدون فيها وهي دولة البحرين المسلمة. يعني قطعا كان هناك حالة كبيرة من الغضب لدى الشعب البحريني من هذا القرار ومن تلك الواقعة التي تصدرت السوشيال ميديا في البحرين. وبالفعل كان هناك نداءات قوية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة غلق هذا المطعم الهندي بعد منعه لإحدى المحجبات من الدخول. بعد حملة الغضب الواسعة تلك وتلك النداءات، قام أحد المسؤولين في المطعم بالإعلان عن أنهم سيقومون بفتح المطعم بالمجان للشعب البحريني في يوم من الأيام، كعرفانا منهم لجميل الشعب البحريني ومحاولة منهم لاستنكار تلك الواقعة. وكان هناك حديث من جانبهم بأنه تم تحويل أحد المديرين في هذا المطعم للتحقيق، إلا أنه هذا الأمر لم يرضي غرور الشعب البحريني، وبالفعل انتصروا للحجاب وقامت السلطات في البحرين بإغلاق هذا المطعم الهندي.